الدولة باتت مستنزفة فضلاً عن ركود السياحة ونقص العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم. أيضاً نشرت صحيفة The National مقالاً قالت فيه إن الاقتصاد المصري يشهد كارثة حقيقية، وإن عجز الموازنة حقق أعلى نسب له بالمعايير الاقتصادية الدولية. كما تطرقت الصحيفة لمباحثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وقالت إنه بموجب الاتفاق ستلتزم مصر بإعادة هيكلة الاقتصاد بما يضمن خفض دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة والتوسع في إجراءات الخصخصة وربما تخفيض أو تعويم الجنيه. كما قالت وكالة رويترز إن مصر سعت جاهدة لإصلاح الاقتصاد منذ ثورة يناير 2011، بينما فشلت الحكومات المتعاقبة في جذب المستثمرين أو إعادة الحياة للقطاع السياحي من جديد، ما دفع وكالة ستاندرد أند بورز لتخفيض التصنيف الائتماني المصري إلى سلبي بعدما ظل مستقراً على مدار سنوات. دليا علي، كلام تاني. اهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن احنا خصصنا الملف الرئيسي النهارده هذا الاسبوع حول صوره مصر في الخارج، والحقيقه عندنا مجموعه من التساؤلات ربما يكون اهمها الى اي مدى يجب ان نعطي اهتماما بفكرة صورتنا في الخارج. هل أحيانا نبالغ في هذا الاهتمام أم إن من الطبيعي جدا أن احنا نهتم بالخارج لأن احنا عايشين مع هذا الخارج ولنا مصالح مع هذا الخارج؟ الأمر الآخر، هل بالفعل حتى الآن نحن عاجزون عن إيصال أو توضيح حقيقة ما يحدث في الداخل، أم أن هناك دوافع سياسية وتوجهات خارجية تقف ضد الموقف المصري بصرف النظر أحسننا أم أسأنا؟ خلونا نرحب بضيوفنا الأعزاء واللي مشرفينا النهاردة في هذه الفقرة، الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي ورئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. منورنا. ومعالي السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية. أهلا معالي السفير. أهلا. منورنا. دكتور عبد المنعم، عايز أبدأ بالسؤال الأولاني. في بعض بيقول خلونا نمشي صح ونشتغل في بلدنا ونبنيها بغض النظر الخارج ده بيقول ايه او تصوراته عننا ايه. في حد تاني بيقول ان هذا الكلام ما ينفعش لان احنا في النهاية جزء من هذا العالم، نتفاعل معه ونتعامل معه ولدينا مصالح مع اطراف عديدة فيه. تقييم حضرتك. لا، ما نقدرش نمشي بعيد عن العالم طبعا، لان العالم ده هو اللي بنستورد منه، هو اللي بنجيب منه التكنولوجيا، هو اللي بنجيب منه الدواء، هو اللي بنجيب منه السلاح، هو اللي بنجيب منه الأسواق إذا كنا عايزين في يوم من الأيام نبقى يعني لينا أسواق. العالم علاقتنا بيه علاقة أيضا تحالفات استراتيجية لها علاقة بمشاكل عندنا ومشاكل في المنطقة. داخلين مع العالم في تحالفات ضمنية أو علنية فيما يتعلق بموضوع الإرهاب. فالعالم ضروري، لا نستطيع. هي القضية إزاي نتعامل مع العالم. هل نتعامل معه بطريقة نائر ونقير، يعني ده قالونا، ده شتمونا، ده احنا كذا، ده هم اللي كذا، او احنا نتعامل مع العالم على طريقة انه شيء مهم وانه عليه ان يسمع القصة بتاعتنا، بس يكون لنا قصة. يعني في العالم كلمة تعبير يقولك ايه الناراتيف بتاع الموضوع. انا رأيي ان بقى عندنا عدد من الموضوعات اللي القصة بتاعتنا مش معروفة لان ما قلناهاش او ما عرفناش نركبها على بعض. فبنتصور انها زي زمان كنا دايما نقول القضية الفلسطينية، ليه العالم ضد الحقوق الفلسطينية؟ لسبب بسيط جدا، ان احنا عمرنا ما عرضنا القضية الفلسطينية صح على العالم. ولا يمكن تعرضي قضية الا اذا كان تفاصيلها معروفة، لها بدايات ولها نهايات، لكن ايضا كلها علاقة بفكرة الانسانية، لها علاقة ببعض المثل الانسانية الكبيرة زي العدالة، زي الحرية، القيم المشتركة الى اخره. فاحنا هنا القضية ازاي نتعامل مع العالم، ومش انه هل نتعامل مع العالم ولا لا. طيب معالي السفير، يمكن كان في رد من حضرتك على مقال الإيكونومست، والمقال ده الحقيقة خد اهتمام كبير جدا في الساحة الداخلية لان البعض كان بيرى ان ازاي مجلة رصينة بقدر الإيكونومست تاخد مننا هذه المواقف ويكون فيها تشدد واضح بدوافع تختلط فيها السياسة بالاقتصاد الاثنين مع بعض، وكان في رد من حضرتك على هذا المقال. انا مش عايز اعرف الحالة دي بالذات احنا بنتعامل معها ازاي، لكن عايز افهم الخارجية المصرية بتتعامل مع وسائل الاعلام الخارجي ازاي في هذا الاطار. لا، هو طبعا يعني الحالة دي زيها زي حالات كتيرة تانية. احنا زي ما الدكتور سعيد بيقول، انه دكتور عمينة بيقول انه النهاردة احنا يعني في مقالات كتيرة بتتقال عن مصر. مصر دولة مهمة إقليميا ومهمة على المسرح الدولي.
مفيش شك انها بتحظى باهتمام كبير من جانب المجتمع الدولي ومن جانب وسائل الاعلام ومن جانب الاكاديميين ومن جانب المجتمعات بشكل عام، وبالتالي في اهتمام بالكتابه عن مصر بشكل عام. دورنا كوزاره خارجيه ان احنا نرصد اولا ما يكتب عن مصر. شق من ما يكتب عن مصر بيبقى شق في قدر من النقد، في قدر من الاشاده، وده شيء طبيعي. ولكن اللي امتى بنتفاعل بشكل ربما اكثر سرعه واكثر قدره على او رغبه في الرد بشكل واضح؟ حينما نجد يعني قدر من التجاوز او المزايده. مزايده هنا بمعنى ايه؟ بمعنى انه اولا صوره غير صحيحه يتم الترويج لها عن مصر، صوره غير دقيقه عن اوضاع اقتصاديه او سياسيه او اجتماعيه، صوره منقوصه، او تعمد لإظهار الصورة دي بشكل أو بنوايا مسيسة. هنا بيقتضي الأمر إن احنا نرد. الدولة المصرية بشكل عام والمجتمع المصري بشكل عام مطلوب منه إن هو يظهر الواقع، زي ما الدكتور عمام بيقول احنا لازم نظهر الناراتيف، الحوار بتاعنا أو الصياغة بتاعتنا لوضعنا. نتكلم عن تجاربنا الاقتصاديه، نتكلم عن النجاحات، التجارب الناجحه، نتكلم عن المشاكل والتحديات بكل صراحه وبكل وضوح. حتى معالي السفير عنده صوره غلط يبقى احنا مسؤولين انه ما وصلتلوش الصوره الصح. جزء منها كده، جزء منها ان طبعا ربما اكون انا مش قادر اوصل رساله، لكن في جزء اخر وهو ان في تسييس. ما اقدرش ابدا انفي انه التجربه اللي مصر بتمر بيها ويمكن على مدار التاريخ كله، لكن احنا شايفينها في الفترة الأخيرة منذ 30 يونيو إلى الآن، إنه في قدر من الاستهداف. مش هقول إن ربما يكون في دول بعينها وراء هذا الاستهداف، أو ربما تكون قصة مؤامرة ممنهجة معروفة أولها وآخرها وخيوطها واللاعبين الرئيسيين اللي فيها، ولكن هناك قدر من الاستهداف نابع من دوائر ذات مصالح معينة ليس من مصلحتها أو ليس من رغبتها إنه مصر تعبر عنق الزجاج. ليه؟ لأن ربما تكون ارتبطت مصالحها بفترات معينة قبل الحكم الحالي، ربما تكون ارتبطت مصالحها أو موجودة لها مصالح إقليمية تقتضي أن مصر تبقى في وضع معين، محجمة في وضع معين لا ترتفع أو تسمو فوق هذا الوضع. الأسباب كثيرة، ولكن أنا يجب علي أن أنا أتفاعل مع هذا. بس في حتى في لو خدنا جانب المؤامرة، البعض بيرى ان امتى المتآمر بينجح؟ لما بيعجز الطرف اللي بيتم التآمر عليه في الانتصار على ما يواجهه من مواجهة من مؤامرة. اذا في جزء علينا احنا في مسألة نجاح المؤامرة او فشلها، جزء زي ما حضرتك بتقولي جزء، لكن مش كل شيء، لان في النهاية مصر بتمر بتحديات اقتصادية معروفة، بتمر بتحديات أمنية معروفة، بتعيش في منطقة بتموج باضطرابات، دول بتختفي من على الخريطة ودول تواجه حروب أهلية وإرهاب وداعش وخلافه. ما فيش شك أن التحديات المحيطة بمصر إقليميا والتحديات التي تواجهها مصر داخليا واقتصاديا، ما فيش شك أنها بتحد من قدرتك على أنك أنت تواجهي هذه اللي حضرتك بتسميها مؤامرة. أنا مش بسميها مؤامرة، ولكن هي تحديات، هي تحديات بنواجهها ومفروضة علينا ويجب أن نواجهها بكل وضوح وكل صراحة. وأول خطوة في المواجهة هي أولا أن احنا نصارح أنفسنا إيه هي نقاط الضعف اللي عندنا ونواجهها، ونمرة اتنين أن أنا أبقى عندي إدراك لحجم التحدي اللي بيواجهني وأحدد إيه أولوياتي. يعني ما ينفعش أبقى أنا شايف قدر من الاستهداف للدولة المصرية ومحاولة للتشكيك، التشكيك الدائم وزرع الإحباط وبث الإحباط لدى المواطن المصري بشكل مكثف ودائم، وإن أنا أعتبر ده شيء ثانوي، وإن أنا أركز أكتر على وأقول والله يمكن المشكلة عندي أنا، مشكلة مش موجودة في الخارج. لا، أنا النهاردة عندي قدر من التطور اللي شاهده المجتمع المصري منذ 30 يونيو أو ربما العامين الأخيرين إلى الآن. المقال الأخير على سبيل المثال في الإيكونوميست لم يذكره خالص، يعني لم يتطرق إلى مشروعات البنية الأساسية اللي بتتم، مشروعات الطرق، مشروعات الطاقة والكهرباء، مشروعات الإسكان. وحضرتك شفتي تم افتتاح مؤخرا، هو وصف المسار الاقتصادي بأنه غير صحيح وأن هناك إنكار لطبيعة التحديات الاقتصادية الموجودة. الحقيقة طيب أنا عايزة أناقش الفكرة اللي كان دكتور عمنا بيقولها بشكل عملي على المجتمع المصري. حضرتك بتقول لازم نبقى عندنا حدوتة، قصة حاجة عنا. احنا عندنا كم حدوتة كده عندنا مشاكل فيهم مع الخارج؟ يمكن كانت مسألة المسار السياسي والحريات والديمقراطيات بتتقدم بشكل كبير جدا وفكرة الدولة المدنية، لكن دلوقتي الحقيقة ان بقت النقطة اللي ماسكينها علينا فيها مسألة
الإصلاح الاقتصادي أو الوضع الاقتصادي، على ما يبدو أن احنا ما عندناش رواية مقنعة للخارج في مسارنا الاقتصادي. هي في الحقيقة مش الوضع الاقتصادي، احنا عندنا ثلاث أوضاع: الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، والوضع الاجتماعي. الثلاثة يعني أهداف لقصة مختلفة عن اللي احنا بنقولها. أنا رأيي أن عندنا قصة مهمة جدا تبدأ من حكاية أن احنا قعدنا 4 سنين في حالة ثورة، يعني أن هذا المجتمع لأسباب مختلفة يعني نتركها الآن للمؤرخين، حصل فيها عملية ضعضع للقدرات والطاقات الموجودة في هذا المجتمع لغاية ما بقى عندنا دستور جديد وبدأنا تطبيق موضوع خريطة الطريق. فهنا الجزء الخاص بثمن الثورة، أو مش بقول الثورة صح أو غلط، لكن الثورة في أي مجتمع لها ثمن. هذه نقطة أولانية يشترك فيها الثورة الأمريكية، الفرنسية، الإنجليزية، الصينية، لو في ميكرونيزيا فيها ثورة هتبقى لها ثمن. فإذا مفيش ثورات لطيفة أو إنها ثورات الناس تقعد تستمتع باللي بيحصل فيها، الثورات شيء جدي جدا وعنيف جدا وقوي جدا. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، إنه هذه الثورة والنتائج المترتبة عليها لم تنتهي لا داخليا ولا إقليميا. إقليميا عارفينها، إنه في حروب وحروب أهلية وتفكيك دول وفشل دول، إلا عندنا حرب لا تزال مستمرة بنكسبها بالتأكيد، اللي موجودة في سيناء، واللي مع الإخوان دعائيا وسياسيا، وأحيانا يعني في كلام إن محاولة اغتيال المولانا الدكتور علي جمعة إنه كان وراها جماعة إخوانية. فإذا إحنا لدينا الموضوع ما انتهاش، نمرة واحد. اتنين، إن المجتمع دخل لمدة 4 سنوات تقريبا أو في ريسيشن، في انكماش اقتصادي، كان معدل النمو 2%. فالشيء الطبيعي بقى واللي يفهمه العالم واللي يفهمه كل الناس، ان ما يبقى عندك انكماش اقتصادي بتعملي حاجة ستيمولس باكج. ستيمولس باكج معناها انك تصرفي على البنية الاساسية عشان تحركي الاقتصاد. لما الازمة الاقتصادية العالمية حصلت سنة 2008، سواء كان في امريكا او تيمبكتو، اي حد من دول عايز يعمل يحرك الاقتصاد عمل بنية اساسية كتير، عمل سياسة توسعية. وعلى فكرة بدأت مع الدكتور أحمد جلال لما كان في الوزارة الأولى اللي بعد حكومة الدكتور حازم جلال، إنه هو عمل حزمتين. وفي في حزمة موجودة دلوقتي حاليا اللي هي قايمة على مشروعات بنية أساسية وطرق وسكك حديد والحاجات اللي احنا ماشيينها فيها. فهنا احنا عمرنا ما قلنا احنا بنعمل ستيمولس باكج، ان احنا بنعمل حركة يعني حزمة لتحريك الاقتصاد اللي وصلنا له 4.4 في العام المالي 15 و16 نسبة نمو. فارتفعنا من 2 اللي هي أقل من معدل النمو السكاني إلى الجانب الإيجابي اللي هو أكتر من النمو السكاني. هل 4.4 دي تكفي في بلد وقفت 3-4 سنين؟ لا، ما تكفيش. ليه ما تكفيش؟ لأنها ركزت على تحريك الاقتصاد عن طريق البنية الأساسية، بينما لم تحرك القاعدة الصناعية اللي موجودة في البلد بالفعل، والقاعدة التجارية وإلى آخره. فإحنا لنا مشكلة لا علاقة بالتحريك، ما لعبتش على الدخول والتشغيل، يعني مسألة الدخول والبطالة دول اللي ممكن فيه. إحنا يعني الـ كان لازم نعمل الاثنين، لأن الهدف مش كده، ودي اللي مش جايبها الإيكونومست خالص. مش مكلمة خالص عن معدلات النمو، وفي الانترو اللي حضرتك عملتيه مفيش حاجه خالص غير موضوع الفقراء. الفقراء هنعمل فيهم ايه؟ الحق هنعمل اتفاق ده الفقراء. لا يمكن تحل مشكله فقراء الا بمعدل نمو. معدل نمو معناها عندنا اجراءات اقتصاديه لا يختلف عليها احد، ممكن نتكلم عليها بعدين، بس احنا عندنا ستوري بتقول ان احنا بنحاول نحرك الاقتصاد المصري عشان هو ده الطريق اللي عندنا اللي هيشغل الناس، وهو اللي يتعامل مع قضيه الفقر، وهو اللي يتعامل مع قضية الشباب اللي بدأ بيها الإيكونومست. هل احنا قد ايه نجحنا؟ بنتكلم على اي مدى زمني هنا؟ احنا بنتكلم على مدى زمني بدأ مع 30 يونيو. قضينا سنة كان في البلد في حالة حظر تجول، عمليا البلد كان فيها قرب شلل اقتصادي واجتماعي وسياسي، لغاية ما انتخب الرئيس السيسي وبدأنا نتكلم على استكمال خريطة الطريق بالبرلمان اللي هو انتخب امتى؟ في يناير اللي فات.
فاحنا بنتكلم عمليا والبلد بقت كاملة بمؤسساتها بقالنا 7 أشهر. فيعني الكلام في 7 أشهر تقدري تقيسي ايه او تعملي ايه او تتعاملي مع الفجوات الموجودة في البلد، يبقى في نوع شوية من التجني يعني او نوع من التسرع على الاقل في الحكم. فاحنا عندنا قصه. طب معلش ممكن اقول حاجه دكتور؟ سامحني، حضرتك ليك اتصال وبتسافر مؤتمرات كتيره وليك اتصال بالمجتمع الدولي بشكل جيد جدا. الصوره الموضوعيه اللي حضرتك بتشرح بيها دي واصله للغرب؟ عشان يعني انا برضو عايزه يبقى بنتكلم بشكل بارد جدا يعني. لا يعني الصوره دي هذا النمط. معلش يا دكتور اسمح لي، احنا لازم نبقى يعني صراحه في هذا التوقيت. انا دايما اقول كده، الصوره ده بالمنهج اللي حضرتك واصل لهم فاهمينها كده ولا مش فاهمينها؟ لازم برضو نعرف حاجة واحد، ان العالم مش بيصحى الصبح ويقول حالة مصر ايه النهاردة. يعني لازم يعني العالم فيه يعني خاصة احنا ما عندناش مجاعة في مصر، ما عندناش حالة مزمنة من سوء التغذية، ما عندناش مصر لم يحدث انها اثرت في انها تسدد قسط من الاقساط الديون اللي علينا. ما توقفناش عن دفع نصيبنا لا في الأمم المتحدة ولا في الجامعة العربية ولا في الاتحاد الأفريقي. ما هو العالم برضو يعرف الدولة اللي هي في عندنا عانت، نعم عندنا عجز في الموازنة العامة وعندنا عجز في الميزان التجاري وعندنا عجز في حالة العملة، عندنا عجوزات كتيرة، لكن رغم ذلك حجم الاقتصاد المصري كبير. احنا بنتكلم على اقتصاد بقدراته بالقوة الشرائية للدولار قدرها 1,047,000,000,000 دولار. ده كم من ناحية الحجم بتاع الاقتصاد؟ مش قليل. القضية هي بنعمل بيه ايه وحينمو بقدر قد ايه واحتياجات البلد قد ايه. طيب اسمح لي دكتور اقف عند، لكن خلينا خلص بس حكاية العالم بيقول ايه. يعني ليه العالم؟ لانه العالم بصراحة احنا بنديله قطع، والاخوة يعني سعادة السفير والسفرة، السفير في رئاسة الجمهورية وسفير عند رئيس الوزراء، اللي هي القوة الدبلوماسية في التعامل مع العالم الخارجي في الحقيقة بتتعامل بطريقة دبلوماسية. يعني الموضوع دوت له علاقة بحاجة تانية خالص اسمها الإعلام، اسمها الانفورميشن. That's another يعني موضوع تاني خالص في العملية التعامل مع العالم الخارجي. والعملية مش دعاية. يعني انا ما عنديش مشكله خالص ان مستوى الفقر عندنا قد كذا، العجز كذا الكذا، لكن انا بستهدف ايه؟ بستهدف نمو، وبستهدف ايضا التعامل مع واقع ان انا عندي، ان انا البلد الوحيده، احنا عندنا في العالم 6 مسارح عمليات للحرب ضد الارهاب، في افغانستان وباكستان وفي العراق وسوريا وفي اليمن وفي القرن الافريقي وفي بوكو حرام وعندنا في سيناء وفي ليبيا. في سيناء احنا البلد الوحيده ما عندناش حلفاء، حدش جه يحارب معانا. يعني ما حدش بيحارب معانا، لا الامريكان ولا السعوديين ولا اي حد. بينما احنا بنحارب في بعض هذه المسارح، يا اما بمخابرات يا اما بتواجد عسكري غير مباشر او بتواجد عسكري مباشر. فاحنا شايلين عن العالم جبهة كاملة لوحدنا. طيب انا برضو هرجع يا معالي السفير لفكره الصوره، الاعباء اللي الدكتور عمنان بيتكلم عنها وطريقه ادارتنا او وضعنا الاقتصادي. البعض بيقول ان احنا الحقيقه شطار قوي في ان احنا نكلم نفسنا، لكن لغايه دلوقتي ما عندناش وسائل بنتكلم بيها مع الغرب وباللغه اللي بيفهمها. يعني طبعا ده جزء من المشكله، ولكن لو تسمحي لي حضرتك برضو اقول انه انا بستشعر من كلام حضرتك وكلام كتير يعني تابعناه في الصحف والاعلام في مؤخرا، انه في حالة انزعاج شديدة من صورة مصر في الخارج، وحالة انزعاج بتصل الى مستوى انه بدأنا نفقد ثقة في نفسنا، ودي حقيقة خطيرة جدا، لانه في النهاية ادائنا لابد ان احنا اللي نقيمه الاول، احنا اللي نقيم كشعب ادائنا اقتصاديا وسياسيا ومن حيث التحول الديمقراطي وتنمويا، ولدينا من المؤسسات. النهارده احنا عندنا بناء دستوري مكتمل، عندنا مجلس نواب يستطيع، وعندنا اعلام حر وعندنا صحف يستطيع. يجب ان يكون همنا الاول هو ان احنا نقيم ادائنا ونشوف ايه المشاكل اللي عندنا ونعالجها. الجزء الخارجي مهم جدا طبعا، لان انا لا احيا في فراغ، ولكن لا يجب ان يكون هو الجزء المسيطر على حياتنا وعلى تفكيرنا وعلى تقييمنا لاوضاعنا. الصورة في الخارج في لها عناصر كتيرة. أولا الخارج ليس جهة واحدة، الخارج في منه الصديق
في منه الأكثر صداقة، في منه الدولة المعادية، في منه الدولة اللي لا تربطك بها مصالح، في منه دول وفي منه جماعات، في منه تنظيمات. فالخارج مش كتلة واحدة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الصورة الذهنية لمصر في الخارج صورة متعددة العناصر. بمعنى ايه؟ انا بتكلم عن الصورة لدى الحكومة، الحكومات الغربية، ولا بتكلم الصورة لدى المجتمعات والشعوب. صورة مختلفة. الرأي العام قصد حضرتك العلنية. انا يهمني انهي الصورة لدى الحكومات. انا بتعامل مع الحكومات والحكومات تعلم جيدا الاوضاع في مصر، بتفاعل معها دبلوماسيا، بتفاعل معها سياسيا، بتفاعل معها اعلاميا، ويعلموا جيدا الاوضاع في مصر. لكن المشكلة عندي في المجتمعات والشعوب. مجتمعات والشعوب هناك سباق للوصول الى الرأي العام العالمي. هناك اعلام غربي بيروج لصورة معينة، بعضه حقيقي وبعضه غير حقيقي، وهناك مصر تسعى للوصول الى الاعلام الغربي، تسعى للوصول الى المجتمع الغربي. ادواتي طبعا محدوده، بمعنى ان انا النهارده هذا يحتاج نمره واحد كوادر كفء قادره ان تخاطب المجتمع الغربي بلغته. احنا يمكن انا اشرت لكده قبل كده اكتر من مره، احنا عندنا مدونه لوزاره الخارجيه عملناها من يمكن اقل من 7-8 اشهر، ان احنا نحط عليها مقالات باللغه الانجليزيه، وفتحناها للمجتمع المصري والاكاديميه والصحفيين والاساتذه. ما عنديش اكتر من 3-4 مقالات اتحطوا عليه. دكتور عبد المنعم ما عندوش مقالات عندكم ولا ايه؟ انا يا دكتور انا عرضنا وقلنا وطلبنا. المسؤوليه مسؤوليه من؟ هي مسؤوليه مجتمع، مسؤوليه الصحفي والمثقف والاستاذ الجامعه والاعلامي ان يوفينا باللي عايز يكتبه وننشره، لان ده هيكتسب مصداقية اكتر، لانه مش حكومي. لان عاده رد حضرتك كحكومي هيبقى الدفاع، لكن هي عندي النهارده، عندي النهارده مكاتب اعلاميه في الخارج، نص المكاتب دي اتقفلت لترشيد النفقات، لان انا عندي مشاكل اقتصاديه. ادواتي ايه اللي بوصل بيها؟ عندي قنوات. كان عندنا بعض المصادر، بعض الزملاء قالوا لي بره ان هم كانوا عارفين الايكونومست هتكتب ايه من قبل ما تعرف بثلاث ايام. معلش، ما هو احنا ممكن نستمع الى يعني كلام كتير، انا مش هاخده كلام على انه كلام بالضروره دقيق. ولكن اللي انا متاكد منه ان احنا عندنا كام قناه فضائيه، كام منها يجيد مخاطبه العالم الخارجي بلغته. مظبوط. عندنا رجال اعمال، كم منهم فكر انه يستثمر في قناه اخباريه اجنبيه. كل دي مشاكل، كل دي معوقات. ما اقدرش اجي احمل وزاره او حكومه بتواجه تحديات كبيره ومشاكل اقتصاديه كبيره ومشاكل فنيه كبيره واقول له انت مسؤول عن انك انت تحسن صوره مصر في الخارج. دي مساله اولا تعجيزيه وغير واقعيه. ايوه، مش مسؤول عن تحسين صوره مصر، بس مسؤول انه يوضح خطواته للاصلاح. عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني طبعا مطلوب، وده اللي بيحصل بالفعل. النهارده لو احنا ما كناش ردينا على الايكونومست كان كل الجرايد هتقول الخارجيه ما ردتش ليه. مظبوط، ودي حصلت قبل كده كتير. لما ردينا قالوا هو ليه الخارجيه بترد، ليه مش جهه تانية اللي ترد؟ على الرغم ان دي مش اول مره، احنا ردينا على الاندبندنت، وردينا على السي ان ان، وردينا على الفاينانشال تايمز، وردينا على على مقالات كتيره جدا. اشمعنى المره دي اللي البعض انتقد فيها رد الخارجيه واعتبر ان هو يعني مش مفروض الخارجيه اللي ترد؟ طيب هو مين اللي رد؟ لا، هو الحقيقه مش مساله انا ما قراتش غير، بعد اذن حضرتك، ما قراتش غير مقالين بالانجليزي اترد بيهم على الايكونومست، المقال بتاع الخارجيه ومقال بتاع الناشطه داليا زياد. مظبوط. لا فقط. هي القضيه مش ان حضرتك، لا بالعكس، الخارجيه ده يعني احسنتم ان كنتوا عملتوا كده، بس هو في ناس بتقول ليه تشيلها الخارجيه وحدها؟ المفروض ان في مجموعه فنيه متخصصه، وخاصه المجموعه الاقتصاديه في هذه الحكومه ترد بتقرير اقتصادي فيه حقائق ومعلومات وخطط زي ما الدكتور عبد المنعم بيقول، وتتعلق بنسب النمو والتحرك والتحديات بشكل واضح. ده بالعكس، هم اثنوا على تحرك الخارجيه لكن يروا ان هناك خطوات متممه. النقطه لو تسمحي لي حضرتك، انا ما حبيناش نرد برضو على الشق الاقتصادي، لانه زي ما حضرتك بتقولي في متخصصين في الجانب الاقتصادي يستطيعوا ان هم يردوا عليه. حضرتك قلت ان الرئيس لا يتحمل مسؤوليه القرارات الاقتصاديه. وقلنا ان احنا في صلب الرد ان احنا مستعدين نقبل النقد، وانه طبيعي ان يكون هناك نقد بناء ونقد اقتصادي بناء، وما عندناش مشكله مع كده. احنا ردينا بالتحديد على مساله استهداف راس الدوله بالاسلوب اللي تم استهدافه بيه، وبالاسلوب غير المهني اللي غير معتاد من مجله زي الايكونومست، وهو ده اللي كان مطلوب الرد عليه الحقيقه. لانه الزج باسم رئيس الدوله في كل جمله وتحميله مسؤوليه كل صغيره وكبيره
بتحدث في السياسات الاقتصادية ده مش منهج تحليلي علمي تقوم بيه مجلة زي الإيكونومست. بس هما تصورهم على ما يبدو معالي السفير أنه من يدير الأمور في مصر وحده، هو في يعني هو بين هو السطور يبان كده يعني. يعني هل حضرتك، ما انا مش هقول بقى هم المتخصصين وفاهمين الدول تدار ازاي، هل حضرتك مقتنع انه شخص واحد بيدير كافه السياسات الاقتصاديه والماليه للدوله؟ امال يعني ايه موجوده حكومه، ويعني ايه موجود بنك مركزي، ويعني ايه موجود مجموعه اقتصاديه، ويعني ايه موجود، يعني مش طبيعي هذا الكلام، وبالتالي كان يجب الرد. ولكن عوده تاني لموضوع الصوره الذهنيه في الخارج، الصوره في الخارج لمصر ما هيش صوره واحده ايضا. بمعنى مصر في البعض ينظر إليها أنها واحد الاستقرار في الشرق الأوسط، البعض ينظر لها من جانب أنها الحضارة والتاريخ و بعض الآخر ينظر لها أنها وضع دولة مضطربة اقتصاديا ومضطربة أمنيا، البعض الآخر ينظر لها أنها دولة ذات جيش قوي يستطيع أن يدافع عنها وعن حدودها. الصورة الذهنية ليست صورة واحدة، ومش دايما هي بس، هي أيضا انطباعات. وللأسف الشديد ونحن نعلم جميعا أن هناك من الجماعات والتنظيمات وفي على رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي اللي بيسعى إلى استغلال كل ما لديه من موارد ومن علاقات لترسيخ انطباعات غير سليمة وغير طبيعية وصورة ذهنية غير حقيقية. وبالتالي إحنا ما بنشتغلش في فراغ، إحنا بنشتغل في معركة وتحديات يجب أن نتسلح، ويجب أن نتحد. المجتمع المصري في مثل هذه الظروف يجب أن يتحد، ويتحد لمواجهة التحديات دي، ويحدد أولوياته عشان الحفاظ على استقرار هذه الدولة وقدرتها أنها تعبر من عنق الزجاجة اللي احنا بنتكلم عنه. طيب أنا عندي أسئلة تتعلق الدكتور بحضرتك، قلت أن عندنا الوضع السياسي والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي. احنا قلنا الوضع الاقتصادي، هرجع للوضع السياسي والاجتماعي، بس عايز أسأل حضرتك سؤال جاي من ما طرحه معالي السفير. اللي يقرا الايكونومست او بعض وسائل الاعلام الغربيه يرى فيها فكره الرئيس وحده في الصوره، يعني دايما بغض النظر عن فكره الاستهداف، الفكره اللي بتقول يحكم منفردا دي واضحه في معظم التوجهات العامه. دي جايه من زي ما حضرتك قلت ربما توجهات سياسيه معينه او حسابات سياسيه معينه، ولا لان فكره المؤسسات المصريه لا تبدو في الصوره انها تعمل بكفاءه جيده في هذا التوقيت؟ يعني هو طبعا الصورة أصلها أو زي ما بيقولوا الخطيئة الأصلية في الإعلام العالمي اتجاه مصر راجع أساسا للحظة 30 يونيو. إنه إيه نتاج 30 يونيو؟ أولا لا يوجد إلا إنه الناس طلعت، شوية ناس طلعوا بره، إنها ما كانتش 30 مليون، ولا يعني ما حصلش أي مساواة حتى ما بين اللي حصل في يناير 2011 واللي حصل في 30 يونيو أو كمقارنة يعني. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين انه ما فيش اي ادراك بانه في دستور في الحقيقة بيدي سلطات متوازنة جدا في السلطة التنفيذية ما بين مجلس الوزراء وما بين رئيس الجمهورية وبينهما والبرلمان. في نحس بقوة جدا انه في نوع من التعجل، وبيرجع ذلك الى انه في صورة تكونت وناس بقى لها مصلحة في أن هذه الصورة تستمر تتعمق. يعني كثير من الناس اللي نعرفهم وزملاء في مؤسسات أمريكية وأوروبية تخشبوا عند وجهة نظر معينة تتعلق قبل حتى كل ما حصل حوالين عملية اللي بيسموها الانكلوسيفنس، أنك تشمل الإخوان جوه السلطة السياسية، العملية السياسية، باعتبار ده الطريق الوحيد إلى الاعتدال والديمقراطية. لا، للأسف الشديد أنه لم يحدث دراسة منهم بشكل جيد للي حصل أثناء فترة الإخوان في مصر، أو حتى الأخطاء الإخوان اللي بتتم في تركيا، أو حتى الأخطاء حكومات دينية في أماكن أخرى. لكن فيما يتعلق بمصر تحديدا أنه الصورة نمطية للغاية، وفي بعض الأحيان إحنا ساعدنا على هذه الصورة النمطية. بيبقى في أحيانا بعض تصرفات أنا رأيي بنخسر فيها بدون أي مكسب لا علاقة بتصرفات أمنية أحيانا، وأحيانا عن طريق تصريحات ما هياش في المكان السليم أو كده. وجزء اللي قاله سعادة السفير المتعلق بمسألة أنه الحكاية مش أنه متحدث رسمي هو اللي يقول، أنه في ناس تكتب مجتمع مدني يعني. أنا مرة عملت
ببساطة شديدة في الهافتنجتون بوست عن مسألة what's missing about Egypt. يعني إيه اللي ناقص؟ أو حاولت أملى الفراغات في في الكلام اللي بيتقال. ومرة تانية عملت حاجة عن البرلمان. يعني كانت في الكراون سنتر. حوالين البرلمان تشكيله إزاي؟ يعني حتى المعلومات العادية جداً التعليم، درجة التعليم بتاعة البرلمان بتاعنا، فحصل عليها ردود فعل وكده ان ده نوع من تلميع البرلمان وتلميع النظام المصري، بينما كانت الحكاية ان انا بقول الحقائق الموجودة في مصر بدون يعني رتوش، لانه ده اللي بنشوفه دلوقتي ان البرلمان احيانا يعني لأي حد بيبص على، انما ده البرلمان ده اللي انتخبه الشعب وله مواقف معينة صح أو غلط هيحكم فيها الناس في الدورة الانتخابية الـ 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 القادمة. بس على الأقل أنه بيتحرك البرلمان ويمارس سلطاته بشكل من الأشكال. أن الميكانيكا بتاعة النظام السياسي عندنا مش واضحة. أنه أن البرلمان بيعوق وبيأخر، أنه عندنا السلطة القضائية أحيانا بتبقى تتوسع في القوة حتى بالتدخل في أعمال السلطة التنفيذية، أنه أحيانا لا البرلمان ولا السلطة القضائية يبقوا عارفين. شوف في قضية تيران وصنافير عندنا أحكام قضائية وعندنا البرلمان لسه هينظر في الاتفاقية وفقا لنص الدستور اللي هو المادة 151 هو صاحب السلطة في هذا الأمر، صاحب السلطة في هذا الأمر. فلدينا يعني التعقيد اللي موجود في النظام السياسي المصري مش مقبول، بينما التعقيد يعني مقبول من كل النظم السياسية في العالم. لا يوجد. لم أجد كلمة حكومة في مقال الإيكونومست أن السياسات الحكومية، أن الموقف الحكومي، أن الوزارة، ما فيش فيه فكرة المجموعة الاقتصادية أو الحكومة أو التوجهات العامة للدولة، فيها فكرة الشخص. الشخص ودون إدراك ودون قول خالص أن هذا الشخص منتخب. هو طبعا يعني الظروف أدت إلى أنه ما فيش ناس كتير ترشحت، لأنه كان ساعتها الرئيس السيسي خارج من مسألة 30 يونيو، واعتبر هو والقوات المسلحة المنقذين لهذا البلد، ومن ثم كان الاكتساح الذي حدث. وما فيش واحد قال أنه هذه الانتخابات مزورة أو هذه الانتخابات غير صحيحة. إنما في الوقت اللي فيه الكلام باستمرار الرئيس المدني المنتخب اللي هو على مرسي، لا يقال ذلك عندما نأتي للسيسي، رغم أنه كان فيه لجنة عليا للانتخابات، وكان فيه يعني حتى المرشح المعارض السيد حمدين صباحي لم يشكك في هذه الانتخابات. فإذا الإدراك طبيعة وتركيبة النظام السياسي المصري بما كل ما له وما هو عليه، ومن تعقيد كبير موجود، وخاصة ونحن في أول فترة لتطبيق هذا الدستور، بمعنى اللي هو السوابق لسه بتتعمل، وزي ما بنقول البرلمان لسه بقاله 6 أشهر أو 7 أشهر. دكتور ممكن أكون عملية شوية، بحاول نفكر بس هما بيفكروا إزاي. دايما في مصر السيسي، يعني ايوه، لانه كان مصر المبارك، ناصر ناصر، ناصر السادات، فهي هي يعني ال 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 زي ما بيقولوا البوتوم لاين او الخط النهائي هو انه كان في فرد ولا يزال هناك فرد هو المركزي بالنسبه لهذه الدوله التي هي مصر. انا ازعم انه اللي يتصور انه بعد السنوات اللي فاتت دي مصر زي ما هي يبقى على خطا كبير جدا. مصر اتغيرت، هناك اجيال جديده، هناك تكنولوجيا جديدة، هناك سياسة جديدة في مصر، ما هياش نفس السياسة القائمة على حزبين زي في أمريكا ولا في ألمانيا ولا في بريطانيا، لأنه لسه احنا في سنة أولى سياسة. ليه نجم الحكومة مستطع؟ نجم يعني انت عايز تقول ان في مؤسسات، يعني في حكومة، وزي ما حضرتك تفضلت بالعودة لفكرة الدستور، لا، في صلاحيات واسعة للغاية لرئيس الحكومة. ليه نجم الحكومة هنا مستطع؟ لأن في الحقيقة إن اللي بيدير اقتصاد مش إحنا عندنا بس، ده في أي مكان في العالم، اللي بيدير اقتصاد هو حكومة مش يعني طبعا الحكومة هي الأصلح إنها ترد على سؤال زي كده. لا طبعا أنا بحكي من الناحية التحليلية. من الناحية التحليلية زي ما العالم مش متعود، إحنا برضو مش متعودين. يعني بمعنى انه السلطه والباور يعني اللي هي موجوده بحكم الدستور لدى الوزاره
لا يمكن أنها تتحول إلى قوة واقعية في الواقع السياسي ما لم يتم أنه السيد رئيس الوزراء والوزراء كل واحد فيهم بيقوم بما خوله الدستور له من سلطات. هو رئيس الحكومة في الدستور بتاعنا صانع للسياسات وليس منفذ لها. يعني لو طلع رئيس الحكومة عندنا يعني لا سمح الله وقال وفقا لتوجيهات الرئيس، الحقيقة أنت صانع للسياسة وليس منفذ لها، هناك تحول حدث. يعني زي ما حضرتك تفضلت لسه عايزين نتعود على الحكاية دي. مش بس التعود في الحقيقة إنما أيضا الخروج من الجزء الأمني في الحياة السياسية المصرية. الجزء الأمني يعني أنه في منظمة كبيرة ممولة جيدا ونافذة في بعض المحافظات بقوة في, 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 في مصر، اللي هي جماعة الإخوان وتوابعها من الجماعات اللي ارتبطت بما عرف بجماعة الشرعية اللي هم الجماعة الإسلامية والجماعات الجهادية، ثم بعد ذلك بيت المقدس وحتى إشهاره أنه هو ولاء لداعش. كل هذه الجماعات طبعا مخيمة على الحياة السياسية في مصر، انه اي حد النهاردة في وزارة او غيره لازم يكون على صلة قوية بالمؤسسة الامنية في مصر، وانه يسمع لكلامها جيدا، لانه طالما انه في تهديد موجود. ما هو اللي حاصل النهاردة كثير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، كان في مشكلة الجماعة بتوع البوليس والداخلية اللي قتلوا جماعة من الأمريكيين من أصل أفريقي وطلعوا براء في لما جم في المحاكم وحاجات زي كده. هنا العقدة اللي موجودة هناك في أمريكا هي اللي موجودة عندنا، التعامل مع الأجهزة الأمنية اللي هي بتموت دفاعا عن الوطن، وفي نفس الوقت أحيانا تتجاوز في حاجات معينة. فهنا المعادلة صعبة، وهي معادلة السياسي ومعادلة الأمني في في في, في نفس الوقت. اعتبارات حقوق الإنسان والأمن القومي. هي المسألة ببساطة المذهل في مقال الإيكونومست بساطته الشديدة في فهم مصر. يعني في جزء كده بتاخد الكلام ساذج. يعني فعلا شويه وبادئ في حكايه انه يقول لك شباب القهاوي في يعني في 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 لان هو ده الحته اللي بيجيب منها المعلومات. المراسل بتاع الايكونومست بيروح يقعد في قهاوي الزمالك، وبعدين لان دول الناس اللي بيتكلموا انجليزي وهم اللي عندهم صفحات على الفيسبوك واللي هم لهم موقف سياسي معين داخل التركيبه المصريه في الاغلب انها في المعارضه ولا تعبر عن حال الشارع المصري بصفة عامة. يعني خلينا الشارع المصري والأحوال المصرية بصفة عامة. يعني أن الزمالك وأهاوي الزمالك جزر معزولة، هي جزيرة في كل الأحوال. نهر النيل عظيم أكبر بكتير جدا من الزمالك ومن الروضة ومن أي من الجزر اللي موجودة فيه، وأنه هو فيه يعني متدفق من جنوب مصر إلى 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 شمالها. فده حواليه الناس وحواليه التركيبة المصرية. الشيء العجيب ان نفس المراسل لو بيكتب عن ازمة في ايرلندا او ازمة في تايلاند هيكتبها بطريقة مختلفة، هيكتبها بطريقة اكثر يعني زي ما بيقولوا احكاما وتوازنا ومعلوماتا، بدءا من مقولة ان المجتمعات بطبيعتها معقدة، وبالتالي هيحاول فك هذا التعقيد للقارئ بتاعه. إنما لأنه هنا بدأ من موقف متحيز وموقف مرتبط بالأهاوي، فهو بيظل الموضوع مسطح. يعني في معلومات كتيرة لا نختلف عليها، يعني كلامه أنا مع تماما الكلام عن العملة المصرية، موضوع التعويم وغيره. يعني جزء بعض المعلومات المتناثرة الموجودة هنا من المعلومات اللي هي لها معسكرات داخل مصر في الإصلاح الاقتصادي والكلام زي كده، لأن كلنا بنحارب ان احنا نتفهم ونتعامل مع واقع اقتصادي مركب ومعقد. للاسف الشديد ده ما حصلش في الايكونومست، والايكونومست فيها يعني الدرس اللي بتدهولنا ان هي جزء من وجهه نظر، مش هقول الراي العام، انا رايي الراي العام العالمي ينظر لمصر على انها الحضاره الاولى، جزء ده مهم جدا، وينظر لمصر على انها الصخرة اللي موجودة في هذه المنطقة. وحتى في بعض السطور داخل مقال الإيكونومست انه مصر من الكبر بحيث لا يجب لها انها
انها تفشل. بس بعض يعني ده طبعا موجود بشكل كبير حتى تحديدا في المقال اللي حضرتك قلته، بس بعض يعني جزء من الصوره النمطيه برضو ان هي دي مصر اللي فيها انتهاك لحقوق الانسان، ان هي دي مصر اللي فيها عدم احترام الحريات. وفي كان جمله قاتله الحقيقه، وليس عيب ان احنا نواجه نفسنا بما يقال احيانا، لما والده ريجيني قالت اتعاملتوا معاه على انه مصري. هذه جملة قاتلة، يعني دي الصورة الذهنية عندها ان يعني المصريين بيموتوهم وبيبهدلوهم وبيعذبوهم. فعندنا برضو صعوبات كبيرة تتعلق بملف الحقوق والحريات، والمعادلة زي ما الدكتور قال صعبة للغاية. انا بشوف دايما ردود فعل الخارجية على المواقف الخاصة بمسألة حتى بالذات الامريكان بيبقوا يعني هو طبعا ما فيش شك ان في تحديات موجودة وان في نواقص موجودة، وان احنا يجب ان احنا نعالج هذه النواقص. وطبعا احنا مسألة التحول الديمقراطي مسألة متدرجة وبدأنا فيها وخطوات ماشية فيها. يعني اللي فكر من 3-4 سنين ما كانش فيه دستور موجود، ما كانش فيه برلمان منتخب موجود. يعني كل دي تطورات بتحصل. المرأة ومشاركة المرأة في البرلمان المصري والشباب الموجودين في البرلمان المصري، المشروعات المطروحة حاليا لتمكين الشباب وقيادات الشابة وخلافه. يعني ما فيش شك اللي ينظر بإنصاف للتحول اللي بيجرى في المجتمع المصري هيجد انه في تطورات ايجابية، وفي ايضا تطورات او اوضاع ما تزال سلبية تحتاج الى التغيير. اللي انا عايز الفت النظر اليه بس هو انه يجب التمييز ما بين الاعلام الغربي وما بين موقف الحكومات الغربية. لانه كي برضو لا نصاب بمشاعر غير دقيقة او باحباط، السيد الرئيس قام بزيارات كتيرة جدا في الفترة اللي فاتت، وحضرتك شفتي والمجتمع المصري كله شاف كيف يتم استقباله، الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها خلال تلك الزيارات. نحن كممثلين رسميين للدولة نتعامل مع الخارج ونرى كيف يتم الحوارات تكون على أي مستوى، والاتفاقيات والرغبة في دعم مصر ومساعدة مصر. مش بالضرورة اللي بنشوفه في الإعلام الغربي يعكس مواقف رسمية. أنا فاكرة في المؤتمر الصحفي بتاع جون كيري كان موقفه وتصريحاته شديدة الإيجابية على عكس ما كانت حتى التغطية الإعلامية المصاحبة. وده تاني بيرجعني لنقطة أساسية، وهي أنه الإعلام في النهاية بيعبر عن مصالح جماعات معينة واتجاهات معينة. ويجب أن ندرك أنه ما فيش شك اللي يبص على علاقات مصر الخارجية النهاردة ويبص عليها من قبل من أول 30 يونيو يكتشف يعني كم دولة كنا بعيدين عن الاتحاد الافريقي، مستبعدين من الاتحاد الافريقي، كان في دول لديها تحفظات كثيرة على التعامل مع النظام الحالي في مصر. ولكن النهاردة بنبص نجد في نشاط دبلوماسي كبير، في تحركات على مستويات مختلفة، في زيارات على مستويات مختلفة. فيعني لا يجب ابدا ان احنا نعمم الصورة او نأخذ صورة متشائمة، ولكن يجب ايضا ان احنا نمشي بخطى ثابته نحو الامام. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا النهارده في تطورات بتحصل يجب ان احنا ندعمها، يجب ان احنا نشتغل اكتر، نحط جهد اكبر، نسعى دائما الى تحسين الصوره المصريه في الخارج. وده جهد مستمر يجب ان يتم وان يستمر، لان التحديات هتستمر معانا الى ما لا نهايه، الى فترات طويله كي نخرج من عنق الزجاجه. ولا يجب ابدا ان نصاب بالاحباط في مسيرتنا هذه، ولا يجب ابدا ان نفقد ثقتنا في نفسنا، لانه في النهايه تماسك هذا المجتمع بالذات في الظروف اللي بتمر بيها مصر في المنطقه. الظروف الاقليميه في غايه الخطوره، وما تشهده منطقه الشرق الاوسط وافريقيا من نزاعات مسلحه ومن ارهاب ومن تفتت في المجتمعات، يعني يعتبر انذار ونور احمر لنا جميعا. احنا يجب ان نلتف جميعا ونتماسك جميعا من اجل ان نمر من تلك المرحله التي يمر بها المنطقه. طيب دكتور، عايز اسال حضرتك على الجزء المتعلق بالمسار السياسي. يبدو برضو، والحقيقه مش مساله قناعات خارجيه، هذا ايضا يردد في الداخل ولو على في مقالات او السنه النخب، لكن هناك من يرى ان السياسه غائبه عن المشهد العام في مصر، وان ليس هناك توافقا وطنيا كبيرا او سياسيا كبيرا حول مجريات الامور في مصر. انا اعتقد ان في توافق، بس توافق سلبي، يعني بمعنى ان توافق على الحاجات الغلط. لكن دي نقطه، انما خلينا اتكلم على الجانب التنظيمي للموضوع.
في جزء مهم جدا في السياسة المصرية مفقود يتعلق بالأحزاب السياسية. يعني الأحزاب السياسية المصرية في عاملة فجوة كبيرة في البناء الطبيعي للسياسة المصرية. للأسف الشديد أنه في حتى في تركيبة البرلمان الكتلة الرئيسية من المستقلين، يعني الجماعة اللي هم مش منتمين لأحزاب، مش منتمين لأحزاب، واللي هم جوه أحزاب ما بتشتغلش كأحزاب، بمعنى أنها قاعدة تطلع أفكار وأنها بتتفاعل مع. فالفاعل الأساسي عندنا في الحقيقة الأول الحكومة أو الدولة، ثانيا القوات المسلحة والرئيس السيسي الشخصي. فالموضوع كده عامل يعني النظام الموجود في الدستور ما بيشتغلش بشكل، يعني لما بيجي الدستور زي أي وثيقة مهمة في أي بلد هي عبارة عن بنود، كلمات، مبادئ، توجهات، اللي في الآخر بيكسيها لحم ويحولها إلى تجربة هم البشر. فالبشر هنا في الحقيقة في فجوة كبيرة جدا، لكن أنا ما عنديش حل لهذه الفجوة إلا الزمن. يعني لما المنافس نبتدي مفتوحة يا دكتور؟ نعم المنافس مفتوحة؟ أنا لا أعتقد أن هناك مصريا لديه رأيا يتعلق بالسياسات العامة في مصر ولا ويكون أمامه طريق مسدود أن يعرض هذا الرأي، سواء في شكل رأي لتنوير الرأي العام أو في شكل تصويت موجود على قانون أو تصويت على قرار بعينه. لا أعرف واحد إطلاقا كان عنده وجهة نظر بحيث يتسدد عليها القنوات إن هو يعرضها على الرأي العام. فدي يعني قناعة موجودة، لكن المسألة إنه زي ما بقول بقى في توافق سلبي. يعني بمعنى توافق سلبي إن باستمرار إيه نقول إيه، أول ما تيجي كلمة إصلاح إلحق الفقراء، مع إنه مفيش حد بيقول إلحق النمو. يعني الهدف الإصلاح في الأساس إنه هو إن إحنا يبقى عندنا نمو اقتصادي يكفي إنه يكبر الكعكة القومية، فنقدر ندي الفقراء وندي الأغنياء وندي الطبقة الوسطى. إنما طول ما إن الكعكة فيها عكس أساسا وإنها ضامرة وجايز إنها بايتة كمان، فمش هتتاكل. فهنا إذا كانت موجودة ده صغيرة قوي واللي عايزين يقسموها كتير، ففكرة النمو هي الأساس لأن هي اللي هتدي اللي هنشتغل بيه على الفقراء. يعني الحجر الزاوية هي في أي برنامج إصلاح اقتصادي في العالم هي النمو، وأنه القضية الأساسية ليست إدارة الفقر، إلحق دعم، إلحق الناس هيغلى عليها الحاجة، رغم أنه في كمان نوع من يعني ممكن تتخيلي أن حد يقول أنه فيش جاذبية وأن الأحسن جدا أن احنا نطير. يعني الدكتور جودة عبد الخالق صديقي العزيز كان في الكلام اللي قاله في الأول في الحقيقة يعني عايز أنه يلاقي حل يقوم على انتفاء الجاذبية فنبقى كلنا طايرين. المسألة كل حاجة لها تمن، وأنه يقولك احنا مش عايزين الصندوق، احنا روحنا للصندوق ليه؟ أنه هو العجز كان موجود في الوقت اللي هو كان فيه في الوزارة، وقعد هذا العجز يتراكم لأن احنا عايزين. أنا عايز حد يتكلم ساعة ما نتكلم عن العجز والدعم والكلام زي كده، في أي بلد في الدنيا الوثيقة الأساسية فيها هي الموازنة العامة. ليه؟ لأن الموازنة العامة اللي بتقول كيف تقوم الدولة بتوقيع الموارد بتاعتها على القيم المختلفة في المجتمع، على أولويات المجتمع، عايزين سكك حديد، عايزين نأكل الناس، عايزين كذا، اللي معانا كام اللي هو موجود في الموازنة العامة. الموازنة العامة أكتر من 26-27% فيها بيروحوا للدعم للفقراء، التانيين اللي زيهم بالظبط بيروحوا مرتبات للي هم مين؟ موظف الحكومة اللي هم محدودي الدخل. بعد كده ربع كمان بيروح فين؟ لخدمة الدين العام. الدين العام اتصرف فين؟ الدين العام اتصرف في بناء المدارس والمستشفيات وكده، اللي هي برضو معمولة. هم البعض بيرى من الرأي العام وبيطرح الأسئلة دي، وأنا قلت أنه أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابات، أن التوسع في المشروعات الكبرى، أن كان يمكن توفير هذه الأموال للتعامل مع مسألة محدودي الدخل بتوفير السلع لهم بشكل أفضل، دي الأفكار اللي سائدة عند الناس في الشارع. ما هو أنا شخصيا مش كل فكرة موجودة عند الناس في الشارع مهمة. ما هو الشارع الناس عندها آراء إن الزبالة تترمي في الشارع، إنه المرور يبقى مش محترم،
انه المدارس العيال ما بتروحهاش او بتروح وبعدين يحصل تسرب. اسئله جاده يعني. انا بتكلم على الاسئله الجاده المرتبطه، الاسئله لا تكون جاده الا اذا ارتبطت بالسلوك. السلوك هو معيار المصداقيه بتاعت الكلام. فاذا كان السلوك مش مرتبط مع الكلام مع بعض يبقى اذا عندنا مشكله في الكلام نفسه. لا بس في قطاعات من المجتمع بتشتغل وبتجتهد ودخولها محدوده والتضخم مبهدله. ما هو مبهدلها ليه؟ لان احنا قبلنا كل ما نيجي عايزين نصلح موضوع العمله نقول لا احنا بنمشي عكس الطريق. يعني العالم تواطأ على انه في امر هام، ان في وسيله لقياس القيمه. وسيله قياس القيمه هي النقود، ومن ثم لابد ان النقود دي يكون لها قيمه واحده. انما الناس عايزه ان احنا نعمل كل ما نقرب ان احنا عندنا قيمه واحده للنقود اللي بيسموها التعويم، في هذه الحاله يقول لك ايه ده هيخلي الاسعار تزيد. بينما الواقع انه في سوق سودا بتتعمل بتكون فيها تعويم، ويكون فيها في الحقيقه تعويم مشوه. ليه؟ لانه بيكون نتيجه العرض والطلب زائد السبيكيوليشنز بتاعه المضاربين. فانا ببتدي اصلا بكون سوق مشوه مريض واقول هو ده اللي احسن لي من ان انا يبقى عندي حاجه صادقه قدام الناس بسعر. أيوة واحد. انا مش مختلفه مع حضرتك يعني الصراحه ان احنا مش عايزين نخدع الناس. يعني المساله مش مراهنه ما بين صالح المواطن ورضا المواطن. انا عايزه صالح المواطن، بس عايزه المواطن يبقى فاهم ان ده لصالحه وده حقه على فكره. يعني الموضوع هنا علاج القرحه مش بمساله راي المواطن. علاج القرحة مرتبط بالدكاترة بيقولوا انه ده يكون بانه عن طريق اكل معين وعن طريق دواء معين. بس لازم المريض يبقى مقتنع انه ياخد الدواء يا دكتور. طبعا لازم يكون يعني مقتنع. يعني انا اضرب حضرتك مثال صغير، حضرتك بتدير مركز كبير، لو حاولت تعمل اصلاح في منظومة هذا المركز اللي هيخلي حضرتك تغير في حاجات وتقلل نفقات في حاجات وتعمل حاجات، لازم الناس تبقى معاك والا هيبقى في رأي داخلي ضد سياسات حضرتك. احنا بنتكلم هنا بقى في السياسة. بالضبط. السياسة بقى اللي هي قايمة على إرضاء الناس. ان احنا نقول لهم الحقائق، لازم نقول لهم الحقائق، لازم نقول لهم مش إرضاهم ده حتى توضحها تفهم الناراتيف المظبوط. لا ما هو أصل في مصالح. يعني ما أحلى دائما الحصول على فوائد دون عمل. يعني وما أحلى دائما الحصول على مناصب دون موهبة ودون تعليم ودون قدرة. فاحنا اللي هنا الموازنه العامه في خلق السيستم النظام اللي هو بيبقى قدام الراي العام، واللي هو بيقول احيانا انه في امور تحتاج عمليه جراحيه، ان في امور محتاجه دواء، ان في امور محتاجه نظام غذائي مختلف تماما. يعني لما اجي اقول النهارده ان انا عايز ارشد الميه اليس ذلك امرا طبيعيا؟ ان انا ارشد استخدام الكهرباء اليس ذلك امرا طبيعيا يتعامل مع احتياجات الناس والتكلفة الموجودة في المجتمع؟ هنا الحقيقة موجودة في عشرات الدول التي سبقتنا. الدول العشرات التي سبقتنا لم تأخذ المسألة بأن احنا كل ما لو أتيح لنا أي قدر من النقود أو القدرة المالية أن احنا نوزعها على بعض، وبالتالي لا يحدث التراكم الرأسمالي الضروري لتقدم البلد. واسهل طريق للشعبويه ان احنا نريح الناس ونوزع كل حاجه وما نعملش بناء حقيقي لفكره المستقبل. انا مش مختلفه ولا الناس ممكن تكون العاديه البسيطه، حتى الرئيس بيتكلم عنهم في كل حاجه، بيقول المصريين لما حد بيفهمهم بيقتنعوا وبيبقى عندهم استعداد انه يتحملوا اعباء. بس ما ينفعش تسيب اجابات كبيره، اسئله كبيره جدا يا دكتور بلا اجابات في اذهان الناس، لان ايضا الخطاب الاعلامي اذا كان مطلوب في الخارج هو مطلوب ايضا في الداخل. انا موافق. ما هو هنا الخطاب الاعلامي هل هو بان احنا يبقى كل المساله هي بمجرد ما نتكلم عن كلمه اصلاح كل اللمض الحمراء تولع بانه معنى الاصلاح ان احنا هنجوع الناس وان احنا هنعملهم كذا؟ يعني مش معقول ان احنا بنتكلم احنا عندنا عجز معناها في ناس هتتحمل الـ 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 العجز بيتم التعامل معاه بايه؟ ان احنا نقلل الانفاق ونزود الموارد. مش هنزود الموارد الا اذا كان في نمو، ومش هيكون في نمو الا اذا خصصنا جزء من الموارد المتاحه لعمليه الاستثمار، وان البلد بقت مغريه للاستثمار الاجنبي. لا يوجد شيء في ذلك اختراع،
يعني ده اللي عملته دول كثيرة قبلنا. بس برضو عودة لفكرة الصورة النمطية، يعني في حكاية قرض صندوق النقد، صندوق النقد نفسه غير في سياساته، يعني صندوق النقد لم يكن يهتم في السابق بفكرة النمو بشكل كبير وفكرة العدالة الاجتماعية. النهاردة رئيس بعثة صندوق النقد هو اللي بيتكلم عن الحماية الاجتماعية واستمرار الدعم المحدود الدخل. الصورة دي يا دكتور محتاجين نوصلها للرأي العام للشارع، يعني يعني في مؤسسات في أي دولة في مؤسسات في أي دولة لتوصيل الحقيقة للناس، إنما هي المسألة أي حقائق بننتقي وما هي الطريقة التي نوردها للناس. ما هو في إحنا عندنا مكنة إعلامية جبارة خاصة، أمال الجماعة اللي في مسبيرو دول بيعملوا إيه؟ ما هو برضو يعني 47,000 يقولوا 48,000 بني آدم بيعملوا إيه بالظبط؟ يعني المسألة كمان عندنا إعلام خاص كثيرة كثير جدا، يعني القضية لما بيجي كلام تقطيع الهدوم بيجي على إيه؟ بيجي إن إيه؟ إنه صندوق النقد مش عايزين. وعلى فكرة كتاب أعمدة محترمين جدا، كأنه الصندوق ده جه بجيوش عندنا عشان يحتلنا، مش إحنا اللي قلنا له تعالى. يعني في خلط اوراق. لا وانا سالت الدكتور احمد جلال يعني، لانه كان وزير ماليه في فتره حكومه الدكتور بلاوي، كان معايا في حوار تلفزيوني وقال لي انا مش هاخد ناحيه صندوق النقد لان انا عندي سياسات توسعيه وعندي حزمتين من خليج قادر اعتمد عليه. جبت الاسبوع اللي فات قال لي لا انا مع قرض صندوق النقد لان هو ده الخيار اللي موجود قدامي دلوقتي، لاني عايز سيوله سريعه والتدفقات مش هتجيلي غير بعد مرحله لما بس الكلام يتقال، يعني الناس تشرح لها. في شق مهم برضو الحقيقه، هو انه اولا المجتمع مطلوب ان هو يتوافق حول ايه اولوياته وايه احتياجاته الاساسيه، وده اللي بنسميه الحوار المجتمعي. يعني الحوار المجتمعي مطلوب مش بس في المسائل السياسيه والمسائل التي تتعلق بالاستراتيجيه ووجود المجتمع او خلافه، ولكن ايضا حول اولوياته الاقتصاديه هي ايه واولوياته الحياتيه هي ايه. وده مطلوب يعني عامه في مثل الاتفاقيات اللي بتتم مع صندوق النقد بيجب ان يسبقها حوار مجتمعي يشرح ايه الابعاد بتاعت هذا الاتفاق، ايه الضريبه اللي هتدفع، ايه الثمن اللي هيدفع، هنيجي على نفسنا في ايه وايه وايه عشان نحصل على ايه وخلال فتره قد ايه. هذا مطلوب لان المشكله عندنا انه احنا مش عارفين كمجتمع لسه احنا ايه اولوياتنا، احنا ايه اهم شيء ثم ايه المهم ثم الاقل اهميه. ده هيختلف، الطبقه دون حد الفقر بالتأكيد أولوياتها تختلف عن الطبقات الأعلى فالأعلى، لكن النهاردة إزاي تخلقي نقطة التوافق العام، إزاي المجتمع كله يلتئم حول هدف واحد يمشي في سبيله لفترة معينة بسبب هدف تعيين أيضا. ودي مسألة مرتبطة بمسألة الشفافية والصراحة، إن يجب بشكل كامل وأعتقد يعني وحالة حوار مش حالة استقطاب، يعني مش كل واحد ناخد ناحية وبيدافع عنها. شاهدنا الزيارات اللي قام بها السيد الرئيس مؤخرا في افتتاح المشروعات المختلفة بتتسم بقدر كبير جدا من الصراحة والرغبة في المكاشفة مع الناس. هذا مطلوب على كل مستويات، مش كس على مستوى رئيس الجمهورية، على مستويات المختلفة جميعا، على كل مستويات، حتى على مستوى المؤسسة والبيروقراطية والوزارة الوحيدة والمؤسسة الوحيدة. إذا وجدت هذا النوع من المكاشفة والحوار، وفي نفس الوقت إن الجميع يعرف ايه الاولويه وايه الهدف اللي عايزين نوصل له، ده اكيد هيسهل لنا المهمه اللي احنا بنواجهها. لانه زي ما الدكتور عبد المنعم بيقول مفيش تعاقد بيتم مع صندوق نقد دولي الا وفيه دواء مر لازم هناخده عشان نبقى عارفين، وان هذا الدواء بيدفع ثمنه الطبقات المختلفه في المجتمع. المهم هنا ان يبقى كل مواطن بيشعر انه هو ده الدواء فعلا، وانه مقتنع انه ياخد هذا الدواء فعلا، وانه هو في شيء هيجنيه بعد فتره معينه. مزبوط. هيجنيه عشان يقدر انه هو يشفى ويتعافى الاقتصاد المصري بالشكل المطلوب. وان خطوات الاصلاح اللي اتاجلت لاسباب بصراحه شديده بعضها كان شعبويه، تعلق بفكره الشعبيه وفكره عدم فقدان القوه السياسيه. هو الرئيس دلوقتي بيقول بمنتهى، حتى قال زي ما حضرتك قلت بمنتهى الصراحه، هناخد قرارات صعبه زي ما حضرتك تذكري الموضوع اسعار الوقود. لما الدعم خف من اسعار الوقود وكان كثير جدا، يعني كل الكتابات كانت تقول ان المجتمع المصري لا يمكن هيتحمل، لم يجرؤ رئيس على انه يتخذ قرارات سيئه في التاريخ المصري. طيب هو الرئيس جرؤ ليه ازاي ان ياخد هذا القرار؟ لانه
رئيس بيحظى بدعم وباقتناع من المواطن وبحب من المواطن وبثقة المواطن. كويس؟ عشان كده هرجع تاني لنقطة الثقة، ان المجتمع يجب ان يلتئم ويجب ان يقف صف واحد خلف قيادته، لانه مثل تلك الاجراءات اللي احنا هنشوفها في مع صندوق النقد الدولي، اذا ما كانش المجتمع واقف وقف صلب، واقف وقفة سليمة وعارف ايه اولوياته، هينفرط عقد هذا المجتمع وينفرط عقد استقرار هذا المجتمع. وبالتالي هي كلها حلقة واحدة. مش عايز اقول نظرية المؤامرة تاني، ولكن انا عايز اقول انه ما نلاحظه ونرصده من تناول اعلامي غربي للوضع في مصر ومحاولة تصوير صورة معينة عن مصر، هدفها هو ضرب هذه اللحمة الوطنية المصرية والتفاف الشعب المصري خلف قيادته. ويجب أن ننتبه أكثر من مرة عن فكرة الإحباط، يعني يجب أن ننتبه بشكل كبير لهذا. طيب دكتور عم نعم، لو احنا يعني هنعتبر ان الايكونومست او الرأي العام الغربي عنده تسرع في اصدار الاحكام، تعجل، تحيز، ايا كان التعبير اللي احنا هناخده، ماذا نفعل خلال الفترة القادمة؟ اول حاجة لازم يكون عندنا قصة بتاعتنا ونقولها ونقولها باتساق وبشجاعة. تمام. زي ما سيادة السفير قال، لازم عندنا القصة دي تكون مرتبطة بشفافية بمعلومات. مظبوط. إنما عندنا لازم يكون عندنا برضو سيستم للمعلومات. يعني أنا مش واثق إنه عندنا الوزراء بتوعنا والمحافظين بتوعنا والسفراء بتوعنا وغيره من الآليات المختلفة للتواصل مع الآخر إن هم متاحين وجاهزين للتعامل مع اللي ما نسميه الإعلام العالمي. بل ان هم من الجائز، هم لانه ساعات تلاقي وزير او غيره بيقول تصريحات ساذجه جدا. يعني هنا برضو الحس السياسي بتاعنا محتاجين نربيه في المسؤولين بتوعنا، انه الرئيس مهمته انه يقول على الخطوط الاستراتيجيه، احيانا الجراند استراتيجي، يعني مش الاستراتيجيه حتى، الجراند استراتيجي. وبعدين بيتكلم على الاند جيم بتاعنا، احنا عايزين نوصل لايه بالظبط. انما الشغلانه التنفيذيين وغيره هم اللي عليهم ان هم يكلموا على الخطوات، على الاستراتيجيه، يعني على التكتيك، السياسات او الرؤيه العامه، ودايما يربطها. يعني حد مثال، احنا عندنا ستوري موجوده في مصر اسمها مشروع 2030. كويس. وعندنا حاجه اسمها برنامج الحكومه الذي وافق عليه البرلمان، وعندنا حاجه اسمها الموازنه العامه. الثلاث وثائق دول نادرا ما تلاقي حد يجيب سيرته او يربطهم مع بعض، او حد يقول لي فين القصه بتاعه الطرق او القصه بتاعه السكه الحديد، ايه علاقتها ايه بالوثيقه اللي احنا 2030 قلنا عليها اللي هي 2030. يعني للاسف، يعني انه كان نفسي يبقى زيهم، ان الماركتينج والتسويق بتاع الخطه دي في السعوديه اكبر بكتير جدا من اللي موجود عندنا في 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 مصر. واحيانا بننساها، يعني انه في وثيقه بيستخدموها كتير في الاعلام السعودي، وحتى الاعلام الغربي بدا ينقل 2030 السعوديه. يعني وبرضه الاعلام الغربي واخد منها موقف، يعني يقول لك ايه، لو انت عملت اصلاح فهيبقى عندك ثوره، فخد بالك. يعني يعني في في, في مقاله لستيفن كوك حوالين انه الامير محمد بن سلمان هو زي السيد جمال مبارك، فجمال مبارك حاول يعمل اصلاح في مصر، فالاصلاح ادى الى الثوره، فمن الجائز جدا انه هو يحصل نفس الحكايه في السعوديه. اللي هنا اللي عايز اقوله انه علينا ان احنا يبقى عندنا ستوري، عندنا ناراتيف مستقر وبنغذيه طول الوقت بالمعلومات. وفي الوقت نفسه ما عندناش، يعني لازم يكون عندنا يعني جلد سميك شويه في التعامل مع اللي ممكن يطلع برضو في شكل امور زي اللي حصلت في الايكونومست. زي ما قال يعني ما نتخضش، يعني ما نتخضش، ما يحصل لناش ابتزاز في الوقت نفسه، ان يكون عندنا من التواضع ان احنا نتعلم. يعني لانه العالم ايضا في تجربه غنيه جدا، المشاكل التي تمر بها مصر
ليست مشاكل فريدة على وجه الإطلاق. العالم كله مر بما تمر به مصر. فإحنا الموضوع جانبين، الخلاصة بتاعته الستوري، وأيضا اللي حيقول الستوري، اللي حيقول القصة، سواء كانوا سفراء، إذا كانوا ناس خاصة بالإعلام، إذا كانوا وزراء أو غيره، ده الطريق في رأيي اللي يخلق جسر. لازم نبقى متاحين في مصر، أكبر واحدة مصر من أكبر العواصم في العالم اللي فيها مراسلين أجانب. وفي وقت من الأوقات كان معظم المكاتب الرئيسية للنيويورك تايمز، للسي إن إن، بس ما بشوفهمش في الفعاليات العامة بتاعتنا. يعني ساعات أقول ليه مش موجودين في الفعاليات العامة بتاعتنا؟ هم في أهاوي الزمالك، لأنه في أهاوي، يا إما في أهاوي الزمالك، لا إما برضو محدش دعاهم. يعني انا يوم افتح احتفاليه قناه السويس كنت اتمنى ان زمايلنا المراسلين الاجانب يبقوا موجودين، لان كان في كلام شديد الاهميه بيرد على عدد من التساؤلات المطروحه في غايه الاهميه. فسواء يعني تعمدنا او يعني سقط سهوا، مساله وجود المساله مهمه، وجود المساله والاتاحه إتاحة مهم، وبعض التدريب مهم. يعني انا رايي انه لازم يبقى في تدريب للوزراء ازاي يتكلموا مع الاعلام. هل الرئيس في حاجه الى مجلس اقتصادي اجتماعي؟ والله يعني الواحد مش عايز يدخل على الحتة دي قوي بشكل مجالس. لا انا بتكلم على الشيء، احنا عندنا مجالس كتير قوي، ويبقى الرئيس قاعد هيقعد مع 50 واحد. لا مجلس اقتصادي اجتماعي على غرار امريكا، يعني بيضع سياسات. انا رأيي ان هو محتاج، يعني هبتدي بشكل متواضع شوية، انه يبقى عندنا وحدة، يعني عدد محدود من الافراد المتجانسين فكريا، واللي يستطيعوا ان هم يستشفوا من التوجهات الاستراتيجيه للرئيس ازاي يجري تنفيذها. احنا محتاجين وحدتين، واحده للسياسه الخارجيه والامن القومي، وواحده لها علاقه بموضوع الاقتصاد والتنميه. عندنا المجلس التخصصي الاقتصادي للرئيس، ما انا ما ده اللي بقوله بقى، عندهم في مجلس علمي ومجلس اقتصادي ومجلس كده، لكن لو الرئيس قعد ومجلس احيانا للمثقفين، بيقعد معاهم الرئيس، بيقعدوا مع بعض طبعا، يعني كأنه ندوة. الرئيس لا يجلس في ندوة، الندوة دي بتاعتنا احنا وبتاعت الناس اللي بتدرس وبتعمل. الرئيس عايز ناس تساعده في اتخاذ القرار، وتساعده في ازاي يتم تنفيذ هذا القرار بأقل تكلفة ممكنة مع أعظم عائد ممكن. ده اللي بيتم. معالي السفير تعليق أخير. لا يعني طبعا مش عارف، مسألة برضو المجالس أو الخلاف أو الوحدات، يعني أنا نظريا مفترض أنه الوزير المعني هو في النهاية هو اللي بيدي النصيحة وبيدي الريكومنديشن لرئيس الدولة ومن يعاونه في الدولة. يعني احنا المسؤولين موجودين، ومسألة أنه أني أخلق حلقات كبيرة وأكبر، ساعات دي بتعقد عملية صنع القرار أكتر ما هي بتسهله. عايز تضع المؤسسات في الصورة عشان ما تبقاش فكرة الرئيس أو الحاكم هو ما، يعني العقدة اللي موجودة في الغرب أنه يحكم وحده. يعني ما فيش حاجة المؤسسات هنا يمكن أن تساهم، يعني على الأقل هتشيل من عنه عبء تحمل أو دفع فاتورة. حضرتك بتشوفي الاجتماعات واللجان الوزارية اللي بتنعقد، سواء على مستوى رئيس الوزراء أو على مستوى رئيس الجمهورية أو على مستوى الوزاري، واللجان دي بتنعقد بشكل يومي، مش بشكل هقول لحضرتك أسبوعي، ولكن بشكل يومي. المطلوب يعني مش أن الاجتماعات دي بتنعقد، المطلوب فقط هو التنسيق، هو أنه يبقى فيه رؤية واحدة، والرؤية الواحدة دي هي اللي هتكفل انه يكون في تنسيق في السياسات وفي المواقف، وان احنا نبقى عارفين احنا بنتحرك، كل اجهزة الدولة بتتحرك في الاتجاه ده بهذا الهدف، المجتمع بيتحرك في هذا التوجه بهذا الهدف، كل ده هو اللي مطلوب عشان نضمن الوصول الى الهدف. ولكن مسألة تحميل الجهاز الاداري للدولة والبيروقراطية بالمزيد من المجالس، يعني ما في تجارب كتيرة ما نجحتش هذه التجربة. يعني على سبيل المثال لو أنا أقول وحدة للأمن القومي والسياسة الخارجية، طب ما أنا عندي مجلس أمن قومي، وعندي مجلس دفاع وطني، وعندي وزير خارجية، وعندي وزير دفاع، وعندي رؤساء أجهزة أمنية. زيادة مثل هذه الهياكل ليس بالضرورة يؤدي إلى أن القرار هيكون قرار أكثر سدادة وأكثر صحة.
بس دايما حاول رئيس مجموعه صغيره لغايه تفكر معه، يعني دي مساله. طيب انا بقول لحضرتك يعني المجموعه الصغيره دي ممكن تكون، يعني مش لازم تكون مجموعه تنفيذيه، لا مجموعه استشاريه، مجموعه صغيره وجدت في مراحل كثيره المجموعه. في مراحل كان الاستشاري له وضع وله تاثير اكبر من الوزير التنفيذي، وفي مراحل اخرى كان الوزير التنفيذي يجب اي استشاري موجود. هي مساله ترتبط بالشخص الموجود ومدى ارتياح الرئيس ليه وقدرته على ان هو يحقق الاهداف المطلوبه منه والمهام المطلوبه منه على الشكل المناسب. الفكره هنا فكره الشخص المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن المسميات. انا بشكر حضراتكم دكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي ورئيس المركز الاقليمي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، نورتنا يا دكتور. ومعالي السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي للخارجيه المصريه، نورتونا. وبعد الفاصل هنستمر عن صوره مصر، بس هنتكلم عن ابطال مصر اللي رفعوا علم مصر في الاولمبياد، واعتقد ان دول يستحقوا ان احنا نركز عليهم، ونبص كمان على مشاركتنا في الالعاب والرياضات المختلفه، هل تقدمنا. هنبص كمان على قبل كده عملنا ايه واحنا دلوقتي بنتحرك بشكل افضل ولا اقل تمثيلا لمصر، بعد الفاصل في حوار خاص بالكلام فيه.